صباح النور يا سارة. الثناء الجميل. شكرا لك. صباح الخير يا زن. شو نبلش؟ أكيد نحن بنكون ناطرين. تحب تسمع النصائح؟ يلا أكيد. يعني ما عندك مشكلة حدا ينصحك نصيحة؟ لا أكيد ما عندي مشكلة. وأمين؟ أكيد لي بالعكس. أكيد. هلا هي المشكلة مش إنه تسمحي لحدا ينصحك، المشكلة إنك تاخذي بالنصيحة أو ما تاخذي. قلت لنشوف شو صار مع هالزلمة ونشوف هالحكاية شو بتقول والنصيحة بجمل. وكان يا ما كان. كان يا ما كان بقديم الزمان كان في رجال عايش هو ومرته ببيت صغير على قد حالهم، أوضة وحدة غرفة وحدة. فبيوم من الأيام بيظهر من بيته قاصد شغله، بصير مشكل بينه وبين حدا بالضيعة، من كلمة من هون لكلمة من هون، ضربة من هون ضربة من هون، بروح قاتله للزلمة. بالضيعة عندهم فطار بيهجموا بدهم يقتلوه، فبيحمل حاله وبيهرب. بس كمان بالضيعة في شغلة منيحة، إنه إذا مضي عطار 20 سنة بيسامحوه وبيغفروا له. فقرر إنه يغيب عن الضيعة 20 سنة. بيمشي بيمشي بيمشي، بيقطع مسافات حتى ما حدا يوصل له، جبال وأنهار ووديان ومطارح بعيدة، ليوصل على مطرح بلاقي فيه بستان كبير. لما بيوصل بيقول له لصاحب البستان بتشغلني عندك؟ بيقول له إيه. بيشتغل أول سنة، تاني سنة، تالت سنة، بيشتغل 20 سنة. بعد 20 سنة بده يعطيه أجرته صاحب البستان، بيعطيه بدل المال بيعطيه جمال وأغنام. ترى عنده كتير جمال وكتير أغنام حلوة. ها حلوة أكيد. بده يرجع ومشتاق يوصل على بيته ويرجع يشوف مرته وضيعته. هو راجع بالطريق بيلتقى بإعرابي بدوي ماشي هيك، بوقفه بيسلم عليه، بيضحك له بيقول له بدك نصيحة؟ بيقول له إيه. من زمان كانت النصيحة بشو؟ بجمل. بجمل. قال له بدك نصيحة؟ قال له إيه. قال له أول نصيحة بقول لك إياها، ما تنام بين جبلين. شو النصيحة؟ شو ما تنام بين جبلين؟ هلا أنا بدي أدفع جمل كرمال نصيحة ما تنام بين جبلين؟ عصب تضايق، إجا بده يمشي. قال له عندك نصيحة تاني؟ قال بلكي النصيحة تاني بتشفي له غليله، يعني إنه اسمه وقف ودفع جمل. قال له النصيحة الثانية، ما تنام بين شخصين. أضرب من النصيحة الأولى، دفع الجمل الثاني. رجع فكر وقال يا خي اعطيني نصيحة ثالثة بلكي بتفش الخلق. قال له ما تنام على الدم تندم، ولا معي ما تنام على الدم تندم. دفع الجمل الثالث ومشي ومشي عم بفكر شو هال يعني نصايح الثلاثة البلا طعمة، لحد ما وصل بده يرتاح بسفره. وصل على ضيعة بكعب وادي، إجا الليل بده يرتاح عندهم، حط جماله وغنماته، وهو إجا بده ينام تذكر قال له ما تنام بين جبلين، يعني ما تنام بالوادي. قام قرر يطلع جماله وغنماته على راس الجبل، وهو طلعهم وقال الكريم خود بالشتا، شتت 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 لطافت الضيعة وغرقت. قال والله هالإعرابي كان معه حق، نفعت نصيحته حق الجمل. كمل لحد ما وصل لعند ناس عندهم خيمة وبدوا يرتاح عندهم. فإجا بدوا يرتاح وبدوا ينيموه بالليل، هني كانوا رجالين بقلب الخيمة. فقاموا قالوا له نام عنا نام. وين بدهم ينيموه؟ بالنص بين رجالين. فهو بالليل تذكر قال له ما تنام بين شخصين، حمل حاله وطلع. وما بلحق يطلع إلا بشوف لك الزلم على اليمين بيشيل خنجره وبده يقتله، لأنه كان بده يسرق له الجمال تبعوله، بده يقتله. بيقوم بلا ما يقتله بيقتل صاحبه. قال والله نفعت النصيحة التانية، لنشوف النصيحة التالتة. وصل على البيت تبعوله مش مصدق، والدنيا كانت ليل وهو ملهوف بده يفتح الباب ويفوت، بيطلع من الشباك كانت المصيبة. بيشوف مرته نايمة على الفراش بالأرض، بس معها بنفس الغرفة رجال تاني نايم على فرشة تاني. وهي اللي قالت لي بدها تنطرني، وهي اللي قالت لي أنا وفية إلك، معقول هيك؟ وبشيل خنجر وبده يفوت يقتله للزلم ويقتل مرته. بيتذكر النصيحة الثالثة
ما تنام على الدم تندم. عم يغلي نار، عم يغلي، طلع على السطح مش عارف كيف بده يطلع الضو، نزل عليها اول الضو، هي شافته صارت تزلغط، رجع 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 رجع. قال لها وهيدا اللي جوا مين هو؟ قالت له شفت شفت ابنك قد ايه صار كبير، هيدا ابننا. وبهيدي اللحظه تذكر نصيحه البدوي الثالث، ما تنام على الدم بتندم، انه كانت بمحلة تخيلوا قاتل ابنه. ومن زمان كانت النصيحة بجمل، هلأ النصيحة صارت ببلاش، ورغم إنها صارت ببلاش ما حدا بيقبلها ولا بيعمل فيها ولا بيعمل فيها. وهيدي حكايتي حكيتها وعندكم خبيتها. كثير حلوة هالحكاية. شكرا يا سارة، يسرح لهم هالحكاية جدا وحلوة. شو النصيحة اللي بدك تعطوني اياها قبل ما فل؟ بنقول لك انه دائما بقي معنا لانه حكاياتك كثير حلوة. احنا فرحانين برشا بوجودك بحكاياتك، مستمتعين، فلذلك اكيد انه دائما نتمنى انه تقعدوا معنا. وانا بنصحكم دائما تسمعوا حكايات. نحن دائما بنسمع بدون ما تنصحنا. شكرا لك سارة. شكرا يا سارة، شكرا لك، شكرا.